تبدو مرحلة المعالجة كبناء مكون من 3 طوابق، كل طابق منها مخصص لعملية معالجة مستقلة للأرز الخام. خلال هذه العمليات تنقى وتفصل الشوائب عن خام الأرز للحصول على أرز نقي قبل حفظه داخل الصوامع العملاقة. يتمتع المصنع بوجود 40 صومعة عملاقة للتخزين، جميعها مزود بنظم متطورة للتهوية ولحفظ حبوب الأرز. يقوم الفنيون بفحص صوامع التخزين بشكل دوري للتأكد من مطابقة مواصفات التخزين لخام الأرز.